اتفضل اتفضل يا كريم بقى عشان انت تقول لي برضو على الجانب الاخر، هل هناك نقاط ضعف اخرى عشان الناس بس ما طبعا بص يا كابتن كان في وده يا جماعه بالمناسبه احنا مش بنقوله خلاص، احنا بنقوله من خلال فيديوهات واضحه علشان تبقوا حضراتكم عارفين. احنا بس من امبارح قايلين ان احنا امبارح هنتكلم عن نقاط القوه والنهارده هنتكلم عن نقاط الضعف. كان في الناس اللي بيحبوا الجيمز في لعبه مشهوره جدا اسمها ميدل اوف اونر، لعبه وان مان شوتر بتخش بالرشاش بتاعك، بس اهم حاجه في اللعبه دي انك تبقى عارف فين البريك ثرو بتاعك او نقطه الاختراق. وجهه نظر نقطه الاختراق اللي عند نادي الدحيل هو اسماعيل محمد الباك اليمين. الباك اليمين طبعا ثغره واضحه جدا، عنده مشاكل في التدخلات البدنيه، لعيب طبعا قلنا 30 سنه كبير في السن، ما عندوش سرعه كبيره للركض، وكمان عنده ازمه واضحه جدا جدا في مساله التغطيه العكسيه. لو نشغل الفيديو ونشوف الحالات اللي معانا لإسماعيل محمد ونشوف ازاي يلا المنافسين بيقدروا ان هم يستغلوا المشكله. واحده من النقط المشكله بالظبط، واحده من المشكله عند اسماعيل محمد يا نهار ابيض ايه هي؟ التغطيه العكسيه. طبعا اكيد كل اللي بيحبوا الكوره او بيحبوا تحليل كره القدم عارفين ان لازم طبعا الباك يرحل في الكرات العرضيه ويعمل دور المساك عشان الجناح يخش يعمل دور بتاعه، لكن هنا انت رحلت لجوه جدا، انت رحلت جدا 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 لعمق الملعب، وبالتالي سبت المساحة اللي في الباك اليمين خالية تماما لاثنين لعيبة. اكيد طبعا مش هنفي ان في مشكلة للجناح كان لازم يرجع يساعده، لكن مستحيل يا كابتن ان الباك طبعا انت افضل مني كلمنا على الحتة ان الباك يقف فعلا مكان المساك الثاني، مش حتى المساك الاولاني هو قريب منه، ده بعيد خالص، ده دخل جدا لجوه، استحاله يوصل للعرضه الثانيه دي ابدا. ده بسبب عدم التمركز، هو مش مركز، هو عايز يعمل الواجب. المدرب قال لي اول ما تبقى الكره عرضيه خش ضم تبقى مساك والجناح يبقى هو مكانه. وبعدين هنا يا كريم يعني هو في واحد واقف وفي اثنين معاه، طبعا انا ايه اللي هيجيبني هنا؟ وفي هعمل ايه هنا؟ والهاف ديفندر كمان راجع، انا هعمل ايه هنا في الحته دي؟ لازم اخد اربع خمس خطوات ورا حتى لو الكره اتلعبت هنا هبقى قدامي وشايف بالظبط يا كابتن. وبالتالي ساب المساحه كلها ورا، وبالتالي كانت سهل جدا جدا الكره، حتى لو عدت من اللاعب الاول في اوبشن تاني انها تعدي للاعب الثاني، وبالتالي هي نسبه التهديف عاليه قوي قوي للفريق المنافس. نروح للحاله اللي بعديها دي واضحه جدا، الحاله دي واضحه جدا. هنا دي النقطه اللي بتكلم عليها وهي التدخلات البدنيه. معلش عايزين نرجع سنه، نرجع سنه بس معلش باللعبه نقف هنا. هنا بنتكلم ان المهاجم كان هو اللي وشه للمدافع، وبالتالي فرصه المدافع او فرصه الفول باك 100% انه ياخد الكوره عنده فرص كتيره جدا، ممكن يعمل فاول، ممكن يحط رجله، ممكن يمنعه، ممكن يعمل اي حاجه. لكن بغداد بنجاح بنتكلم على طبعا راس حرب اكيد عالمي من ساعه ما كان في النجم الساحلي، قوي جدا بدنيا، قدر انه يستغل القوه البدنيه في المرور بدون اي خطا عليه. نكمل اللعبه ونشوف اسماعيل محمد عمل ايه. اسماعيل محمد لما طبعا بغداد بنجاح تغلب عليه بدنيا اسماعيل محمد طبعا تحجج ورفع ايده وعمل الشو اللي احنا شفناه، وبغداد بنجاح طبعا اكيد ما فيهاش اي حاجه، بغداد بنجاح قدر طبعا يجيب الهدف بكل سهوله وما فيش ادنى مشكله. تاني نشوف اللعبه في العاده العكسيه ونركز على اسماعيل محمد ومشكلته في التغطيه. خد بالك هي نفس المساحه الفاضيه طبعا اللي بنتكلم عنها طبعًا دايما، وهنا دي انا بوجهه نظري هو ده نقطه الاختراق دايما محتاجين نلعب عليها. باك فول باك ضعيف بدنيا، ما عندوش قدره، وكمان مهارته في التغطيه سيئه جدا. نروح للهجمه الثالثه اللي بعد الهجمه دي ونشوف خطا اخر لاسماعيل محمد، وهو بيترقص بسهوله جدا. حتى لو سعادتك ما عندكش قوه بدنيه لكن عندك مهاره، تقدر بكل سهوله ان انت تعدي من اسماعيل محمد في الموقف بتاع واحد على واحد. وطبعا ده خطا اخر للدفاع طبعا، هو ساب الحته دي. وطبعا ما فيش احسن من الكابتن اسلام الشاطر كان بيعملها في نادي الاسماعيلي، اول ما يخترق لجوه يلعب الكره لبره، وبرده مع النادي الاهلي كانت بتتعمل لمحمد بركات طبعا على مشارف منطقه الجزاء، وبيجي اللاعب اللي جايب وشه ويسدد الكره تجاه المرمى. لكن بدايه الخطا منين؟ بدايه الخطا من عند اسماعيل محمد. طيب خلينا نرجع بيها اللقطه دي كده لورا شويه برضو عشان نشوفها من اولها سمير لو سمحت. مهم جدا اهي سهله جدا، هي دي اللي انا قلت لك بتتكلم وبنتكلم هنا يا كابتن ان المنافس بقى اللي في فريق السد ما عندوش القوه البدنيه بتاعت بغداد، يعني لعيب جسمه بسيط جدا، جسمه عادي جدا، لكن تخلص من اسماعيل محمد بالمهاره الفرديه وقدر يتخطى منه. لو في امكانيه ان احنا ممكن كان برضو في الفيديو التشويقي اللي احنا عرضناه في الاول لو ممكن نجيبه في حالتين ممكن نتفرج عليهم برضو في الارتداد
بتاع اسماعيل محمد الكابتن اسلام ارتداد. يعني بمعنى ايه؟ يعني لو هو لما بيروح يهاجم احنا جبنا مثلا هنا الفرص دي كلها بيلدنج اب عادي جدا للسد، المفروض ان هو واقف يعني طب لا انت تتخيل بقى، طب اللاعب ده بيعمل ايه لو اتعمل عليه هجمه مرتده وهو بيجري بظهره؟ يعني لو ممكن نعدي مثلا اللعبه دي كانت معانا احنا شرحناها، نجيب لعبه ثانيه اللي بعديها هي هتيجي بقى مع الفيديو. طبعا الفيديو هيكمل وهتيجي اللعبه معانا برده، هنكمل اللي بعديها دي برده احد الكرات العرضيه بنشوف نادي السد القطري بغداد بنجاح بصراحه، يعني حظه حلو قوي عليهم، كل مباراه بيجيب له هدف او هدفين وعنده يعني عنده توفيق جيد. هنا نبص نرجع معلش نرجع الاول اللعبه دي، وعايزين نركز يا جماعه مع رقم سبعة اللي هو اسماعيل محمد. نشوف هنا دي هجمه مرتده، وطبعا هو بيجري ومش شايف وراء الدنيا عامله ازاي، بس هو بيجري صح هنا. بس هنا عمل ايه بقى يا كابتن؟ بص بمرور بس اللعبه هيبدا يخش يعمل نفس الغلطه اللي عملها في اول لعبه، هيبدا يخش للعمق ويسيب تماما للجناح رغم ان مفيش مهاجم اخر. نكمل اللعبه نشوف اسماعيل محمد ساب، كان هو الماركينج مع اللعيب كان قريب يعني، اولا المسافه هنا ضيقه جدا لازم اخد 3 4 خطوات، وهنا في واحد كان معاه ساب الخطوه اللي هو خدها بعيد دي، كان ممكن يكون لو اتلعبت عرضيه جول. هنا طبعًا الفكره انك بتسيب كذا اوبشن. نروح للعبه اللي وراها ونشوف برده سوء تمركز اسماعيل محمد في التغطيه دي، برده لعبه طبعا دي كنا جايبينها عشان نقول ان فرقه الدحيل عنده مشكله في البؤ والبنى اللعب، لو انت ضغطت عليه كفريق بيلعب على الاستحواذ، لو انت ضغطت عليه من نص الملعب في مشكله. هنا برضو نكمل نشوف ان اسماعيل محمد في اللعبه اللي كان بيشرحها احمد من شويه العمق الدفاع اسماعيل محمد كان يقدر يمنع الهجمه لكن ما قدرش، برضو هنكمل دي بعد اللعبه دي، في كوره هنجيبها برضو الهجمه المرتده بعد اللعبه دي هتيجي على طول وهنشوف فيها سوء تمركز اسماعيل محمد في الهجمات المرتده. اعتقد ممكن تبقى اللعبه مش معانا مش مشكله، بس في كل الاحوال انا وجهه نظري ان الجبهه الشمال للنادي الاهلي هيبقى عندها شغل هجومي كتير لاستغلال الضعف اللي في اسماعيل محمد. طبعا دي اللعبه اعتقد ده اسماعيل محمد برده في سوء التمركز وبيقدر نادي السد ان هو ياخد الفرصه بكل سهوله بسبب التمركز الخاطئ وبسبب ضعف البدني عند الباك اليمين للفريق. اذا واضحه جدا نقاط الضعف اللي موجوده في نادي الدحيل القطري، علشان بس يبقى هناك فارق ما بين اللي حصل امبارح او كلام اتفضل يا كريم الكلام اللي حصل امبارح واللي حصل النهارده. امبارح طبعا كنا بنتكلم مع حضراتكم عن نقاط القوه الخاصه بفريق الدحيل القطري، النهارده الحقيقه الوضع اختلف تماما وبان بقى ان احنا مش هنلعب برازيل. ليه يعني